بعدها تبي كاش ولا لا؟ أنا بعد ما بديت وظيفتي في بغداد بديت إنه أزور المحافظات اللي موجود فيها القنصليات العامة التركية، وهذه الزيارة أيضا اليوم يتم إجراءها لزيارة القنصلية العامة الموجودة في بصرة. ضمن هذه الزيارة كان عندنا برنامج إنه التقينا مع سيادة المحافظ وسيادة رئيس المجلس المحافظة وأيضا رئيس غرفة تجارة بصرة وأيضا العشائر البصرة، وأيضا اليوم صار لنا إلى ميناء الفاو الكبير اللي موجود في بصرة، لأن إنه هذه المحافظة تعتبر الشريان وقلب الاقتصاد العراقي. اليوم لدينا زيارة إلى مشروع ميناء الفاو الكبير برفقة وفد تركي رفيع المستوى برئاسة السيد السفير ويرافقه السيد مدير عام العلاقات الخارجية في وزارة النقل التركية والسيد مدير عام السكك في الجمهورية التركية، وأيضا يرافقنا وفد قطري متقدم أيضا في وزارة الاتصالات لغرض الاطلاع على مشاريع ميناء الفاو ومراحل تقدم العمل. وبنفس الوقت سوف تكون لنا اجتماعات، كون أنه هذه الفرق هي فرق طريق التنمية، إن شاء الله بعد ما نستكمل جولتنا سوف تكون لدينا اجتماعات للخوض في تفاصيل تنفيذ طريق التنمية ومراحل التقدم التصميم النهائي لطريق التنمية وما هي الآلية التي سوف نباشر بها بالعمل حال إنجاز التصاميم لطريق التنمية. بعد هذا المكان سوف تكون لنا جولة في مشروع النفق المغمور إن شاء الله تكون برفقتكم.